مؤسسة قلم الإبداع التي لها رصيد وافر من العطاء عن طريق المبادرات التطوعية التي تقدمها للمجتمع، حتى كلل ذلك بفوز مبادرتها قلمي بجائزة مبادرات الشباب التطوعية الإنسانية، والتي طبعا تقام بدولة الكويت. طبعا يا سالم، هذه المبادرة فازت ضمن عدة مبادرات، حيث كانت هناك حوالي 600 مبادرة على مستوى الوطن العربي. تميز وأبداع يضاف لمؤسسة رائدة في مجال عملها، بل وسباقة في خدمة مجتمعها. صحيح. إذن خلونا مع بعض نشاهد هذا التقرير عن فوز المبادرة ثم نعود لكم. المبادرة القادمة مبادرة إقامة سلسلة من الدورات المجانية على شكل مراحل ممنهجة، تهدف لبناء قدرات الإنسان الأمي وتحويله إلى متعلم. اسم المبادرة قلمي من دولة اليمن، والمبادر فادي حسين فضل بفضل. أسمع له تحية. نشعر بالفخر والسعادة لفوز مبادرتنا بجائزة مبادرات الشباب التطوعية، وفي هذا المساء البهيج نحن مستمرون في تعليم وتدريب هؤلاء القادة ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة ومتعلمة، فبالتعليم ترتقي الأمم. ومن قلب الحدث تحية خاصة من شباب برنامج